كيف أطفأ الغراب شرارة غضبه؟ أوكي؟ بتجاوبوني بكرة على هول 3 أسئلة بالدفوار تبعكم وبنصلحوا بكرة سوا. يعطيكم العافية لليوم. باي. باي وليد. باي حبيبي. باي. حبيت الصف؟ ايه بس هدي تعلمتهم من زمان. اكيد ما هون التلاميذ اصغر مني. فينا نشوف صفي؟ يمكن احسن اذا بنحكي مع البابا تنشوف اذا بدي يرجعك على المدرسة، مش احسن هيك؟ اوكي. ايه يلا نمشي؟ رايحين عند البابا؟ بس بنروح نتغدى قبل بالبيت، شو رأيك؟ مني جوعانة. لا ما بيصير هيك، لازم تاكلي والا بتدوخي. اذا بدك ما بنروح على البيت. بتحب الفلافل؟ ايه. لكن نحن ورايحين على المستشفى بنقطع طريقنا وبناخد فلافل، شو رايك؟ اوكي، فينا نجيب له واحده للبابا. بابا كمان بيحب الفلافل؟ ايه بس بيحب اكثر الشاورما. شو بحب كمان؟ تعي خبريني. اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا، لك نور نور المحل. بونجور. بونجورين. بدي دزينة زنود الست بليز. ولك انت كرم عيونك هالعين قبل هالعين، لا عين ثاني، لك اي عين ثاني، اي 10 عيون بدك تكرم مرجع عيون كلها سوا كرمالي. كيف الشغل؟ كتر خير الله خيي، لك تطلع الشغل ماشي مثل النار، المحل مش عم يهدى. واذا ضل الوضع هيك بعدني صاحب الباتسري بزوده، وهيك في استاجر شقة لحالي وفرشة وشي هيك. بتحبي تاخدي شي غير روبرتا؟ اذا بدك في عنا كنافة حلاوتي جبن عسملية تمرية. لا هول مش لإلي، هول لزنود الست دارين. سوري دموازيل دارين، عرفتها لدارين هالبنت الحلوة المهضومة اللي وجهها مثل القمر الطيوبة؟ قمر لعب النملة. عن هيدي ست دارين عم بحكي انا. قد ايه بتريد؟ مستعجل شوي. لا ولو انه ما بيحرزوا. اوكي، يعني رح اقول لدموازيل دارين انه هولي منك. 12000. طيب يلا. لوين؟ رايحين سوا؟ ايه اكيد. بدها توصلنا على البيت بس. وبدنا نحكي عن العرس كمان. العرس شو؟ لك شو بدك فيها؟ وبدنا نحكي عن الورثة كمان. على الصندوق. انت حلوة وعارفة حالي. تعال هلا بكتب لك. تعال شو بدك تشوف؟ هي وحدة شو بدك فيها؟ شو عم تعمل؟ عم تموت حالك من الجوع يعني؟ بابا. حبيبي كيفك يا عمري؟ كنت منيح امبارح؟ ايه جبت لك شاورما. يا عاد بركي بياكل. قد ايه دفعت حق صمشي؟ دفعت حقهم كلمة حلوة وابتسامة لبياع الشاورما. يعني اللي معك كلمة حلوة وابتسامة. كيف بتحب تدفعهم؟ كاش يا مطقسي. درست اليوم؟ شوي. ليه شوي؟ شو كان عندك كل النهار؟ أخذتيها معك على المدرسة؟ ما تخاف بابا، زهقت كثير كثير بآخر المدرسة. يعني انجبرت. أمي ما كانت بالبيت فما كان فيني أتركها لحالها. كان فيك تجيبيها لهون. ولا بدك تعملي اللي براسك أنت؟ بتحبي تخالفي وتعملي اللي بدك إياه. خالف شو؟ أوامر؟ قوانين. هيدي قوانين بيتي أنا. إذا مش عاجبك فيك تفلي من الأول. يعني عن جد استحبي الله يرحمه يحكي مثلك، مع إنه بيي كان عسكري بالجيش.
سمعتي الاخبار اليوم؟ ايه عبكره وهلا بالسياره. ايه شوفي شي اخبار جديده. الامم المتحده بتقول انه صار عدد السوريين بلبنان 1.5 مليون. هودي اللي مسجلين بس حبيبي. ومجلس النواب يمكن يرجع يعيد النظر بقانون حمايه المراه من العنف الاسري. ها والرجال مين بيحمي من العنف الاسري؟ طيب انا رح اظهر شوي لبرا. زهقانيكي؟ لا فيني ابقى معكم اذا بدكم. مثل ما بدك. ايه حياتي خبريني شو كمان؟ شو صار مع ترامب؟ هل بده يعمل جدار فاصل بينه وبين المكسيك؟ حلو. البعض ناقص. بدك السبت طلعك انا لتشوف خيك بالحبس؟ لا لا. شو يعني لا؟ معقول ما تشوفه ابدا؟ هالقد اخذ على خاطرك منه؟ ما فهمت، ما كل الشباب هيك. يعني ليك خي صافي وميشيل خي لدارين، ما كل شبابنا بنفس المختص. هلا صحيح انه مختص بلا مي وبلا صابون تضل ريحتهم طالعه، بس انه شو بنعمل لهم يعني؟ بنحفل لهم جلدهم بحجر؟ ايه والله فكره. روبرتا ميرسي حبيبي. باي. جدل ما عرفتني؟ عيسى شو عامل بحالك يا بنت؟ مغيرة كثير؟ ايه مطحانة 10 كيلو مغيرة شوي شعري هيك. اه بس هيك؟ وتجوزت وصار عندي صبي. هيك سمعت دخلك مش كنت مسافرة أنت؟ بلا. ايه وجاي فرصة لهون؟ مبدئيا جاي على طول. ما حبيتي استراليا؟ ما انبسطت هنيك ولا انبسطت بمشروع الزواج كله. بدك تطلقي يعني؟ هلا كل واحد منا ببلد وبعدين بنشوف شو بيصير. طب نطلع بنشرب قهوه وتخبريني وخبري كل شيء؟ اكيد لكن انا لشو جاي؟ تنقرقر مثل ايام زمان، مش هيك جاكال؟ كيف لكن؟ معقول انسى انه حضرتك لبستيني لقب الجاكال حبيبتي؟ مش حدا غيري بعيط لك جاكال؟ صلاة بالوطن يا حبيبتي، بلبنان، بالعالم العربي، بالعالم. تفضلي. داني داني سامي خزعلي فستاني بالسكين. ليه؟ شو قلت لك انا على السكين؟ اي سكين؟ للمطبخ. شو بدك فيها يا وحدك الزابة؟ لا ما عم كذب، هو خزعلي فستاني. مظبوط. هي هي درستوا ولا لا؟ بعد. ايه وشو ناطرين؟ جبت لنا اكل؟ اكل شو؟ ما بقى في اكل. خلصتوا طنجرة الكوسة كلها؟ طيب هلا بنزل بعد شوي بجيب لكم موز. كل يوم موز؟ انا فايت مع ماسة على الأوضة ايه؟ وبدي ارجع اجي اسمعكم واحد واحد. ليش بدك تتجوز انت وياها؟ انا وميسا اصحاب حبيبتي، يعني مثل الاخوه. بعدين ميسا مجوزه. بعد بدك اكثر اخوه؟ اخوه؟ يلا بقى شو درس؟ ميسا. هاتي حبيبي. هودي مصاري بتجيبي فيهم جريده. واللي بيبقوا بتجيبي فيهم اكل لإلك ولدموزيل ايا ولأمها، اوكي؟ اوكي. يلا. دينا بتعرفي وين ولا بجي معك؟ لا مالي بعرف. اوكي. شو عم تطلعي؟ ماشي. شو قال لك الحكيم؟ اي متى فيك ترجع على البيت؟ بكره بعد بكره، شو بتفرق؟ كيف يعني شو بتفرق؟ انت شفتيها لاجري ولا لا؟ شو رايك باللي شفتي؟ هات لنشوف شطارتك دكتوره. انا مني دكتوره. اجري انعطبت. ما بقى فيي روح على شغلي. طيب ما فيك تشتغل شيء ثاني يعني؟ شيء ثاني؟ هات لنشوف.
شو رأيك اشتغل محامي، مهندس أو حكيم؟ أنا معمرجي يد عاملة، كنت هيك ورح ضلوا لآخر يوم من عمري. الشغل مش عيب، فيك تشتغل شو ما كان. مش مهم شو شغلي هلا، مهم لاقي شغل تاني وبسرعة. ولا طيب ليش الدرك حكيه معك ولا لا؟ لا. ايه وشو ناطرين؟ ناطرين تنحل لوحدها. ان شاء الله فكرك فرقاني الدولة معها واحد مثلي. ما زال ما مت يعني ما صار شيء. لا شو هالحكي هيدا؟ إذا ما إجوا أنا بطلع بتشك عليهم بعد يومين. إنه إذا ما عندك مانع أكيد. ما توعوني. بدي أعرف كيف بدك تمشي بهالكعب طول الوقت. يا حبيبتي ما فيني أنا أظهر بلا ستايل تبعي. طب ما توقعي بس. طبيعي بشرفك نسيت العوينات، خليني أطلع أجيب شيء. مشينا بقى من العوينات، مش مصدقة رايحة معكم مشوار. يعني برستيجي ضروري يروح. تروحوا لي هو مش معقول. ما توقعوني يا عمي. مشي. شو بتنقي؟ سمينا تعي مشيني معك مشي لحالك. بحس سمينا قصة هي بتغار مني وحياتي. طولوا بالكم علي يا عمي. شو بتخلص اليوم؟ صعب اليوم، بس رح اعمل شيء تخلصها بكره. غياس اتصل قال يمكن يمرق اليوم. اي ساعة؟ ما بعرف بس يمكن بعد شوي يمرق. شو بقى عويصة يعني؟ مشكلة بالكربيراتير على الخفيف. مرحبا سلمان. اهلا اهلا ست سميرة، كيف الصحة؟ ان شاء الله بخير. الحمد لله كتر خير الله. هاي سلمان. اهلا نتالي. كيفك؟ اهلا خلود. كيفك ست سميرة؟ إن شاء الله بخير. الحمد لله عايشين. شو؟ شو طلال؟ بعد ما خلصت زيارتي؟ لا والله بعد. وليش بقى؟ ما وعدتنا إنه هي اليوم بتخلص؟ بصراحة أجتنا سيارة طوارئ فاضطرينا نملأها. طوارئ؟ شو قاعدين بمستشفى؟ من هو هيدا اللي أهم مني إيه؟ مش هيك بس لأنه أنا بس شو؟ بتعرف عن جد زعلتني، والأهم من هيك زعلت الست خلود. لا بالعكس مش مشكلة. مش مشكلة؟ كيف يعني الست خلود مش مشكلة؟ وكيف هلأ بقى بدنا نروح على السوق؟ في الباص إذا بدكم بيخدكم على السوق. باص؟ أنا بدي أطلع بالباص وبرستيجي شو بعمل فيه؟ وأنا كمان بدوخ بالباص. طيب بنروح بسيرفيس. سيرفيس؟ عن جد عم تحكي؟ إذا أنت معودة على سيرفيسات حبيبتي فأنا لا. نيها شو سيرفيس؟ شو يلزقوني هيك مقرفين؟ أنا بمشي ولا بروح بسيرفيس؟ شو مشي؟ لا حبيبتي أنا إجري ما بيحملوني للمشي. طيب إذا بدكن منوصلكن على السوق؟ من الأول تلحلح أستاذ طلال، هيك بيحكوا العالم. معلم سلمان أنا كنت بوصلهم بس ما في أترك السيارة. لا أنت خليك هون أنا بوصلهم بس لحتى فوت جيب المفاتيح من جوا. هيك من الأول. لك لك هالمهبول اللي بده يمشينا. شو كيفني معكن؟ لك انت ما في منك. شو زقزقتي شفتي سلمان حبيب قلبك؟ مرحبا خي طلال. هلا استاذ غياس. صباحك. اهلا غياس. أهلا. غياس كرم. ناتالي تشرفنا. شرفنا مدموزيل نتالي. أنا خلود عبد النور. شرفنا مدموزيل خلود. أهلاً أهلاً غياس. أهلاً خي سلمان كيفك؟ كيف صحتك؟ الحمد لله. لك 10 دقايق بس لحتى أوصل الصبايا على السوق وبرجع. أخرنا سيارتهم كرمالك. أخرت سيارتي مشان المسيو بس إذا مشانك أستاذ فمش مشكلة. لا إذا كرمال الصبايا هيدا أقل وجباتنا، أنا لازم أعود. لا مش مشكلة أستاذ، عم نمزح. لا مش رح أقبل، والله أقل وجباتنا. شو رأيكم إذا رحنا سوا لقينا شي مطرح هيك وصلنا الصبايا أول شي على السوق وبعدين فتشنا على مطعم وأكلنا سوا؟
تغديتوا؟ لا لا ما تغدينا. عظيم لكان. شو؟ لا أنا ما بعرف. ليه؟ شو عندك مغير شر؟ مش اليوم فرصة من الشغل؟ خلص طبعاً ولو أكيد عزيمتك أستاذ مقبولة ومشكور. أصلاً أنا ميتة ميتة من الجوع. ومادموزيل ناتالي شو بتشتغلي؟ أنا بشتغل بمعمل عصير. يعني شاطرة بإيديكي؟ إنه لا ما خص يعني إيدي لأنه ما بشتغل بإيدي. بالنهاية المكانات بتعمل ثلاث أرباع الشغل، أنا إشراف بس. ومادموزيل خلود شو بتشتغل؟ أنا بشتغل خلود بتشتغل بالبيوت، بتنظف في بيوت، بس يعني شغلها يعني كثير نظيف ومعروف. عرفت أصلاً ما تفكر هيك، بتطلع أكثر مني بالشهر. ما هون العالم هون يعني بالمنطقة معهم مصاري ومقرشين. فهمت علي؟ ايه فهمت فهمت. طيب لكن خلينا نمشي. خي سلمان وين سيارتك؟ لأنه الست رح تموت من الجوع. هونيك تفضلوا. تفضلوا. سريع. مش هيك قصدي. شو بكي؟ خايفة من ماما؟ فينا نروح على بيتي بدل بيتي؟ على بيتكم انتو؟ ايه بس انا ما فيني، ما معي اغراضي. جيبيهم مننام انا تيكون رجع بابا من المستشفى وبعدين بترجعي على بيتي. شو رأيك؟ وبركي بابا ما قبل وقال لا. انا بقوله بيقبل. بليز. بس حبيبي أنا عندي مدرسة، يعني ما فيني أتركك بالبيت لحالك، مين بيقعد معك ساعتها؟ بابا ما عاد يتركني لوحدي بالبيت، بعرف كل قوانين بيتنا، بس إنه ببيتكم بخاف أبقى لوحدي مع أمك، وشفتك كيف زعل منك إنه أخذتينا معك على المدرسة. بس ما بيصير هيك، أنا لازم أرجع أحكي مع بيك. طب شو أنا هلا؟ تروحي لعنا؟ خليني أفكر بالموضوع، أوكي؟ سواح بيروت بيصفوا بكرم على البلد وولاد البلد، وخاصة الحلوين اللي مثل أفضلكم يا صبايا. يعني هلا هن الشباب بيكونوا هيك حلوين وشقولة ومثل القمر يعني هيك؟ كتير حلوين وبحبوا اللبنانيين كتير. وأنت خلود ما تعرفتي على أجانب من قبل؟ إيه أنا اشتغلت ببيت واحد عربي فترة، بس يعني كان يجي صيف هون، يعني قعدت عنده شي 3 سنين بس بعدين ما رجع، ما بعرف ليه. وكيف كان الشغل عنده؟ كان يدفع منيح، احلى من اللبنانيه من هالناحيه، بس نفسه كانت خضرة. اوف يعني بنت فايته بنت طالعه من عنده. مره مره شو؟ لا لا ولا شيء. بلا بلا اصلا انا بعرف. نتالي شو فيها يعني؟ واذا عرفوا انه يابا هلا اذا خبيت الموضوع ما رح يعرفوا بالاخر. لكن خبرينا نتالي. ولي خلود ما يكون جرب هذا الزلمه يتحشر فيكي. ايه يا ريت بس هيك، لو هيك نص مصيبة. قال شو يابا؟ قال يابا بده يتجوزها. وما قبلتي؟ لا مجوز شي 3 مرات وعنده 17 ولد. لا 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 كان عايشك أحسن عيشة لو تجوزتي يا أخي. ما أنا قلت لها هذا الحكي، أصلا مين قالك ما قلت لها؟ وترجيتها بس قال يابا هي ما بدها، خد لك بقى على هالحكي. لا ما برضى. بنت حلوة مثلك ما لازم تفوت فرص من هالنوع بالحياة، لأنه مش كل يوم بيجيك نصيب على هالمستوى. والله خلود ايه ولك ايه يا ريت بنتي انا آية بيجيها حدا عريس من هالمستوى هيدا. ايه والله والله كنت بجبرها بالقوة انها تاخده غصب عنا. شو لكن هيك بنضلنا عايشين بالفقر بالقلة وبالتعتير وبالشحار؟ واحد يعني بيحكي وبينشر غسيلاته الوسخين ماشي الحال، خلينا ساكتين احسن. وانت سلمان شو رأيك بالموضوع؟ انا بقول انه كل بنت تتمنى تلاقي رجال يأمن لها حياة كريمة، بس البنات الحلوين دايماً حظهم أكبر وما بيقبلوا بالقليل. لا مش كلهم هيك، هيدا القاعدة، بس الاستثناء دايماً مش مضمون. البنات الحلوين الخيارات قدامهم مفتوحة، ف
فالافضل واحد يريح راسه ويلاقي البنت اللي انواع. غياث بيك كرم افندي، يا ريت هيك انت بتعرفها لبنتي آية على شي شب من هالمستوى ومن هالقدر والقيمة. بنتي آية مثل القمر، حلوة كتير كتير، يا ريت هيك بتدبر لحدا منهم لهجان. ولا اللي سبق شم الحبق سد بوزك. لكن يلا ايمتى بدك تعرفين عليها؟ ييي تكرم عينك من هالعين قبل هالعين، ولو يعني شو بقولوا بلا صغر من الموجودين، يعني بنت حلوه مثل القمر، متعلمه، بتعلم بالثانويه، تلبس على الموضه، بتشتغل تريكو، الا تم يحكي ما الا تم ياكل، الا تم ياكل ما الا تم، الا تم ياكل ما الا تم يحكي. عرفت كيف؟ اضمنها هنيه، انا بضمن لك اذا جوزتها حتى اذا حبلت اكيد اكيد انا انه ما رح شو بسموها هيدي تتوحم. طب لكن يلا عارفين عليها. يلا دينا جبت لك تشربي. ماشي. ما حطيت لك كثير. عم بيرن هدي. طارق، طارق تليفون. الو. الو بابا. ايه بابا شو بك يا حبيبتي؟ لا ما بين شيء، بس بدي اسالك سؤال. شوفي في آية تنام ببيتنا بدل ما انا نام ببيتها؟ انت هيك بتفضلي؟ ايه بابا. ليه منك مرتاحه ببيته؟ مش هيك، آية كتير منيحه، بس بس شو عندها اخوه زعجوكي شيء؟ لا ما عندها اخوه ولا باي، بس امه شو بهمها؟ بتخوفني شوي. عملت لك شي يعني؟ لا ما عملت لي شي بس بتخوفني. طيب اذا قبلت معك وين بدك تناميها؟ على الصوفة تبعك، معلي؟ طيب. وبترجع على بيتها بس ما انت تظهر من المستشفى. طيب ماشي حبيبي. مرسي بابا. باي. قبل بسطتي؟ ايه بدك امي تقبل هلا. رح قوم ضب اغراضي. شو بها دينا؟ بدها تنام بالبيت. وحدها؟ لا مع آية. مين آية؟ وحدي. هيك وحدي؟ صحتين يا جماعة، صحتين. ألف صحة وأهلا وسهلا فيك خي سلمى. شكرا. طيب شو رأيكم إذا نطلب حلو أو إيه؟ حلو حلو، شو بيشكل حلو بعد هيك أكل؟ أكيد بدنا ناكل حلو بدنا نتحلى. طيب لكن نطلب فواكه كمان لأشكل إيه؟ الخلود بتحبوا فواكه؟ أنا لا مرسي. يي ليك ليك شفت بنتي، يعني عن جد مش معقول شو بنت حلال مثل ما كان عم أقول لك. يا حي هيدي هي بإذنك، بس لحظة بس. تفضل. الو آية وينك امي؟ بالبيت ماما. انت وين؟ بعدك بالسوق؟ لا نحن بالمطعم مع المعلم سلمان وصاحبه هيدا الاستاذ المهم غياث كرم. مين هو هيدا؟ ولك هيدا واحد كتير كتير مهم، ضروري ضروري تتعرف عليه. يلا احملي حالك وتعالي لقينا. لا ماما ما فيني، دينا معي. و شو يعني دينا معك؟ بلا حكي بلا بلوط، قصص ولاد صغار. يلا احملي حالك وتعالي لقينا. عم بقول لك ماما انا كنت عم تلفن لك لقلك انه لازم اخذ دينا على البيت لعندها و ايه عال عال يلا حط البنت ببيتها وتعالي هنا امي على المطعم. ماما ما فيني، بي بعده بالمستشفى، فرح اخذها لعندهم على البيت، انا رح نام عندهم. نعم شو يعني؟ كيف وين يعني عندهم؟ ببيتهم ماما. وحياة الله شو؟ ليه بقى؟ لانه البنت عم بتخاف هون، وهيك احسن لها اذا بتنام ببيتها. وحياة الله شو عم بتخاف؟ انه شو بدها بنت المعمرجة؟ ما نكون عاملين لها بعبع نحن بالبيت ومش عارفين. ان شاء الله دوش مي مغلية تنزل على راسها. قال عم بتخاف؟ قال امي بشرفك بشرفك بلا هالحكي بلا تعمل، بنت صغيرة. وشو ماما؟ انه انت ناوي تروح تنامي ببيت رجال غريب؟ ما بتستحي على حالك؟ ماما قلت لك ما في حدا بالبيت
بيا بعده بالمستشفى، البيت فاضي. ايه ولأيمتى يعني؟ شي ليلة أو ليلتين. إنه أمي ما رح تحملي حالك وتجي تتعرفي على الزلمة، هيدا المهم، تعي على المطعم. لا ماما، باي سلمي. آية يا الله يا الله عليك يا آية، ما بتعرفي تستفيدي من الظرف. يلا حبيبي قومي حضري حالك بدنا نمشي. شو يا طارق؟ بدي امشي. لك بكير على المشي، ارتاح ارتاح. قلت لك بدي امشي، جيب لي عكايزه. بس الحكيم قال اذا ما بتجيب لي عكايزه هلا بحمل حالي وبفل من المستشفى الليله. طيب خليك محلك هلا برجع. احسن لك ترجع مع عكايزه مش مع الدرك، سامع؟ ما في عندكم تلفزيون بالبيت؟ بابا ما بيحب التلفزيون، بس عنا راديو، بديك تسمعي راديو؟ بيرقد تقريبا كل الإذاعات، نقي شو ما بدك. اوكي، ميرسي. طيب، فينا نسمع أغاني ولا بس أخبار؟ مثل ما بدك. ما منخبر بابا. بس أنا ما بكذب عليه. ما بتكذب عليه. سألوني سألوني أنا شو مغير فيه. ليش عم تضحك علي؟ ما بتعرفي الغنية؟ اسمعي كلمات. صوتي وجهي يا مشفوني. طارق بدران؟ الحمد لله على السلامة. عرفنا مين اللي قوصك. أنا الرائد وسيم مراد. هيدي سلوى مش هيك؟ سلوى؟ مرتي السابقة. أنت بتشك فيها؟ مين غيرها بده يأذيني؟ أنا ما بتعاطى مع حدا. وليش برأيك مرتك بدها تأذيك؟ السابقة. إيه السابقة؟ والله طالع براسها بدها دينا. طالع براسها؟ ليش ما كان بدها اياها قبل؟ ولا انت جبرتها تتخلى عن حضانه بنتها؟ جبرتها؟ انت فكر تربيه ولد مزحه؟ خاصه على زلمه مثلي بيشتغل بالورشه من وجه الضو لليل؟ هي ما عاد بدها اياها، وقال صارت حمل عليها وعلى جوزها الجديد. بالعكس انا اذا شي غطيت عنها وقلت للناس انه القاضي اعطاني حق الحضانه لانه ما كانت تهتم فيها منيح. وهي مزبوط ما كانت تهتم فيها؟ مش مهم هلا. هي صار وضعها منيح وزبطت حالها. رجع هلا بدها دينا بعد 3 سنين ما نسيتها. ولا مرة سألت عنها. ما عذبت حالها تسأل عنها. يعني ما قبلت تعطيها الحضانة؟ أكيد ما رح أقبل. سلوى مرة خوتة ومزجية. هلا طالع براسها بدها ترجع البنت. ربك بيعرف ليش. بكره بضيق خلقها وبترجع لي إياها. أنت ما كنت تحمي بنتك من أم خوتة هيك؟ بس بتضل أمها. وإلها حق على القليل تشوفها. تشوفها؟ شو أنا مناعة تشوفها؟ هي مجنونة، يا بدها كل شيء يا ما شيء. أنا ما صدقت خلصت منها ومن حركاتها ومن تصرفاتها ومن جنونها. لا أنا ولا دينا بدنا إياها، نحن مش عايزين حدا حبيبي. وبعدك عم بتقول قد إيه صعب علاج تربيتها لوحدك، ليه ما رجعت تجوزت؟ لشو؟ لا أرجع أغلط مرة تانية مثل ما غلطت أول مرة؟ اعلق بمرة بتتعلق بنتي فيها بعدين تهرب من الفقر؟ ايه لا، يسلموا خيي. مش كل النسوان هيك يا طارق. شو بدك مني هلا؟
كمان شفتوا سلوى ولا لا؟ لأنه بصراحة لازم تتعاقب على اللي عملته. إجري انعطبت حضرة الرائد. بتعرف شو يعني تنعطب إجري؟ يعني قاعد بلا شغل. وبتعرف قديش صعبة على واحد مثلي بنص إجره وبربع عقله بلا شهادة يلاقي شغل؟ بتعرف؟ لا إن شاء الله بتلاقي شغل وبيمشي الحال. أما بالنسبة للي قوصوك فللأسف ما طلعت مرتك السابقة. شباب زعران من المنطقة، عندهم سوابق ومش أول مرة بيعتدوا على الناس هيك بدون أي سبب. مش معقول، هودي قصديني أنا. عيط لي باسمي قبل ما يهجم علي. هودي عم بفتشوا علي أنا سيدنا. لا لا، للأسف ما طلع هيك. اعترفوا بذنبهم وتبين بشهادتهم أنهم كانوا سكرانين ومحششين، وخطر براسهم فكرة سخيفة شافوك حد الورشة لحالك فقرروا يجربوا سلاحهم فيك. للأسف. يعني سلوى ما خصها باللي صار فيي؟ اللي صار ببساطة هو المصير الطبيعي للناس اللي مثلي. لا يا طارق ما تقول هيك، إن شاء الله الحياة بترجع بتفتح بوجهك، وهالحادثة بتكون فرصة لبداية صفحة جديدة. وإذا عزت أي شيء أنا فيه ساعدك فيه ما تعوفني، أنا بالخدمة. ماشي؟ طيب يلا، الحمد لله على سلامتك. رشا ايه بيي، طبي لي كاس ثاني. مشروبك كفايه اليوم؟ انا ما طلبت رايك، زدي لي كاس ثاني وحطي لي شويه ثلج شوي، فهمتي؟ أي ساعة طالع عكار؟ شو في له؟ يمكن ما قدر اطلع معك بكير. خير شو عنده؟ في واحد صاحبي جاي من بيروت وجايب لي شوية اغراض، كنت موصي عليهم، بدي انطره هون لحتى استلمهم منه. اغراض شو؟ اغراض بيي، شو بدك انت؟ ما تكون حشيشة يا مازن. لا اعوذ بالله يا بيي، شو بك انت؟ لكن خلي اختك تستلمهم، وانت لازم تطلع معي بهذه النقلة، ما في عليها لحالي انا. استلم شو؟ انا ما قلت لك حطي لي ثلجتين بس؟ للعمى بقلبك ما بتفهمي عربي انت؟ حطيت ثلاث ثلجات كتار؟ للعمى بقلبك شو هالراس الطلطميس اللي عليك هذا؟ قولي رشا؟ لك قد ايه صار لك انت كم سنه بتحطي لي ثلج بالكيس؟ لو حطيت هالقني ما عرفتي قد ايه بتحطي لي ثلج؟ لو جاوبيني كم سنه لي؟ ما بعرف من زمان. ولي كل هالسنين وراسك الاهبل هيدا بعد ما عرف قد ايه بتحطي لي ثلج بالكيس تبعولي؟ ولي شو مربي انا؟ انا مربي حمير ولا شحاش؟ ولي يلعن ابوك ولا ابو هالبيت هيدا اللي ما بتعملوا شيء صح بهالبيت. خلص روق هلا بشيل لك وحده. بدك تشيلي وحده؟ لك الله يشيل خلتك من وجهي، يلا عن ابو امك هيدي هالموبوعه يلي ما عرفت ربتك. عم تجاوبيني ليه كمان؟ نبي فوت جيبي لي كاس ثاني. لا عم بقلبكم بهالبيت، ما في واحد ارتاح بهالبيت الزفت؟ عن اخت الساعة اللي خلفنا فيها هيك ضاعة. شو بك انت كمان واقف لي مثل الصنم؟ شوفي ما في شيء بيي، ما في شيء. لك الله يلعنكم انت وامكم بهالبيت، كيف قلتلكم هارين لي اعصابي؟ ما عم تخلوني ارتاح نهائيا. ليش شو عملت الزفت هيدا؟ ربيتكم انت وامكم. أي ساعة بتنامي عادة؟ 8:30 بعد بكير. بعد في نص ساعة. شو بنعمل؟ مثل ما بدك. طيب شو بتعملي أنت وبابا عادة بهالوقت؟ منخلص درس، نسمع شوي أخبار ومنظهر منعمر. بتعمروا؟ شو بتعمروا؟ الأوضة. أي أوضة؟ هيدا سنة أنا والبابا ما فيني خبرك. ايه دوحة؟
وينك ما حكيتيني؟ سوري وحياة الله ما فديت كل النهار. ايه طيب شو مش ظاهرين؟ نسيت. بتعرفي شو؟ والله مش قادرة الليلة. انت كمان؟ ليش رشا ما فيها تظهر؟ شو بعرفني شو بها؟ حكيت معها كانت عم تبكي ما فهمت عليها شيء. هيدا اكيد بيا. بعرف. طيب وانت شو عندك؟ شو عاملة؟ شو ناسي؟ انا مع بنته لطارق بدران. خلي امك تقعد معها يعني. صراحة انا مني ببيتي، انا عندهم بالبيت لانه هون هي بترتاح اكتر. طيب لكن بشوفك بالمركز السبت؟ طيب حبيبتي بوسك.